عندنا بطة درت شي حاجة يلاه استفنا هادشي هنايا كيما كتشوفوا دونك باش نفطروا عندنا الخبزة هادي ديري فرماج انتي هادي ديري فرماج كاش فرماج الحمر كون جابولنا شي هادشي من طنجة عندي كنبقى ما ناكلو شحال الكسكروت دابا هادشي تشريه منك أمانة بخمسين درهم شا ديري فيه ما ديريش الطون أنا ما بغيتش الطون كيدير لي الحرق صافي ها يلا شكون بغا ويلي لا كسكروت كي داير دابا هادا هادشي يجينا البيت ويلي قالك ما هنا غادي طيب لنا اول ليله في العشاء لا فين هي البوطه شدي البوطه راه بلاصه تاخد ان شاء الله باقي لنا جينا من الرحيل ولا تانستالينا وجبنا جبنا الرحيل تما وحطيناها في الدار تشتاتي وجينا كملات مسكينه معايا ماما ديري هذا الحوايج ديري هذا بعد العشاء ديال البارح ما عرفت صور ليكم والو ودابا ان شاء الله غادي نمشيو باش نشريو داكشي اللي خصنا بوطات لا كيجا كاين زعما التلفازه وداكشي اللي كان المهم راح نتوما معنا ونشوفو شنو خصنا كامل لا من كيف البنات هاد المحل هذا كتجيو كتلقاو فيه اثمنه ناقصين هما كيديروا لا ديستريبيسيون اون غرو ديال فاغور هما متخصصين في لا مارك ديال فاغور ولكن عندهم بزاف ديال لا مارك من غير فاغور كاين دوك لي مارك ديال مصر ديك زانوشي كسمعوا بها بزاف كاينين دي مارك ترك كاين لو شوا عاوتاني البنات جينا نشوفو في اليكترو بصيحة ضروري خصنا ندورو في الخم نشوفو لا الخال داك الشي مزالو باش نتوكلو على الله اي معنى عمي عندي شنو هي الماكينة الصعب غادي تلهى الأحلام ديالي البوطات وبيزيد شوية مكينة شي كيخصو كاستخي هات لنا البوطات واش هادي هي اللي قلينا عليها داك السيد ما شنو قلنا لا مارك هاد لا مارك تركيه بوش هي اللي غاليه هي دابا اللي خرجت بزاف شويه الريحه زوينه ما ضربنا لو تو باش نشوفو هذا شنو هو بان طري هنايا ديرو راسكم باش تشوفو والو من بعد ما درنا لو طوغ البنات باش نشوفو قررنا نرجعو نفكرو مع راساتنا
نشوفوا شنو خاصنا وديك الساعه نقرروا. دابا ملي تجي ناخذوا الغدا بما اننا ليس لدينا بوطه ولا اي شيء. عيطت لنا ماما باش مصاوبين الحمى في الخرشف ولكن غادي نتعطلوا بيان سور. دونك صهيب جا هو وعمي ياخذوا ساندويتش، ناخذوا بربعه بينا انا وصهيب وعمي وخالتي رشيده. صافي غادي نمشيو نتغداو، موراها غادي نمشي نشري لماما الدواء مسكينه ديال السكر السلالي، خصني نقلب على فارماسي دو كار. سينو شي حاجه اخرى هادشي اللي كاين. المهم ما تضحكوش علينا على العشاء ديال البارح، عرفتي راه ما لقينا ما ناكلو ودنا عند خالتي وعمي وقلنا غادي نمشيو نشريو شي ساندويتشات ولا شي حاجه. في الاخر كنلقاو ان احنا ما خرجنا من عندهم حتى 12 الليل، بقينا كنهضروا كنهضروا ونسينا راسنا. دونك في الاخر منين كنا راجعين 12 الليل ما لقينا حتى شي حاجه، هزينا داك نص كوميره اللي كان عندهم في الدار، مشينا درنا الفرماج ودرنا مرتديله وكشاركم شتو طون. انا ما كنقدرش عليه كيدير لي الحاقه، ولكن كيعجبوني لي ساندويتش ديال هاد الاسماعيليه، ما عندي ما نقول غير ناضيه زوينين بزاف. دابا واحد سوبر مارشي هنايا عندنا في مكينه سميتو الريحان، معروف كيدير هادشي حتى ليكترو ميناجي اللعاب، المهم اللي بغيتي كتلقاو عنده. المهم جينا نشريو كراطه الشطابه جفاف، نشريو شكاد الماعن، المهم نشريو داكشي اللي خصو صافي، داكشي اللي خفيف ظريف مايمكنش نشريو كلشي دقه وحده. ها نتوما البنات هادشي ديال لانيفارسير، هادشي ديال الكازون، شي صايبتي راه مازال ما تولد الباباش شي داكشي تما. صهيب خد بابي جينيك، انا هادشي ديال الحلفة صراحة ما عرفتش شنو كيختارو. صهيب لي تيشوف ليا شنو هذا. المهم مع الوقت نتعلم ونولي حاذقه ونحيد لكم الشك. ما عنديش الطاسه تشن تما كلات تخبي فيها هذا خصنا بوبال الكوزينة. شوفوا البنات الأومليت فين كيتخبى، عرفت شنو هادشي البيض. شي عاد الموعد 700 درهم صايب كيتشكى نتوما سمعتو منيكم، أنا براسي تصدمت أنا مديناش اي بلاستيك اي بلاستيك داكشي غير حاجهكم جفاف وهادي يعني فريمون داكشي مصاريف. دابا مابقاش ماكله في الزنقه تناو كاينين ماكله ديال الدار، على وديت مصاريف بزاف فريمون مصاريف كتريبلا ماشي كدوبل ماشي كتهذا ولكن كتريبلا بزاف. المهم حنا غاديين بشويه بشويه ماشي كلشي دقه وحده. غير واحد الحاجه اللي ضرتني في قلبي هي بغيت نشري الشبكه ديال الماعن او 400 درهم شبكه ديال الماعن، ولكن هي اونوكس بصح شي حاجه زوينه ولكن قاصحه في الثمن. تولي لي بلاتي نشوفو في بلاصه اخرى، ما عرفتش انا لي بري كيفاش دايرين حيت اول واحد جينا ليه تقدينا من عندهم، باقي خصنا الصينيه باقي خصنا البراد. المهم عندنا الكماليات وما عندناش الضروريات، ولكن اش غدير. انني نصور لكم كل شيء. بون هادشي اللي شرينا حاشاكم من الريحان، سينو داكشي الاخر كنا شاريينه شي عاد شريناه ابري مور داكشي ما ساليت معاكم، ما قدرتش نصور لكم كل شيء. ماما عاونتنا بشي تويشيات. المهم احنا غاديين هنا بديت كنست في الماعن هنايا في البلاكر هنايا شي حوايج جاونا كادويات في العرس، شي حوايج شريناهم بحال مولينات شريناها، هادي عطاتها لنا ماما ضحكتني قالت لي اول حاجه باش طيبي كسكسو، ها طيبت كسكسو
خصكم تعيشوا معايا اول تجربه ديال انا كنطيب كسكسو. البنات هادو خلاص صراحه جاونا في العرس، هادو جاونا في العرس، جاونا في العرس. هادشي شرينا، هاي وصلنا غدا ان شاء الله الصباح وشوفوا. والتلفازه هنايا البنات، بالنسبه اللي بغيت نوريكم داكشي اللي شريت الصباح، بلاتي نقرد حيت ما كنقدرش نبقى حانيه. هنايا هاد الشويشيه حاشاكم ديال الطواليت، هادو ديال الدوش 100 درهم دايره. كاينه الباله هنا، الشطابه والكراطه، هذه الكراطه ما فهمتهاش صايب، خذا جوج كرارط، اش غنديروا بجوج كرارط الله اعلم. هنايا هذه الشطابه، هذا اوني ديال الماعن، هذه شريناها الشكه ديال الخبز، ها هي هذه بدل ما شفتهاش كيفاش دايره صايب اللي جاكم. هذا حاجهكم الشفاف، هذا شنو هذا قرع هذا الماء، هذا الطاسه في الحمام، هذو ديال الماعن، هذا زفته كوزينه، هذه قرع هذا الماء وسالي كروه ولا ماشو كيسميوه البنات. فوالا دابا مازالين كنسي المهم طايخ ما ديوش عليا. البارح قطعت لكم فلوغ موراها مشينا وصلنا ماما، جينا هدزنا عند خالتي رشيده وعمي، جلسنا درنا معاهم الكوتي صافي شبعنا. جا صهيب كلا بحال الفروه ديالو البارح، انا ما كاينش فيا جوع صافي نعسنا. هاد الصباح هذا مشى باش يشوف مالي يشوفوا البوطه وداكشي باش يجيو انستاليو لنا داكشي، باش هاد الحبيبه المهم راه نشفات شويه. فوالا ومشى يشوفهم وموراها جاو انستالاو لينا لا فيبر اوبتيك. يلا لانستالاسيون مازال عاد غادي يديروا لينا شو سميتو، عاد يجيبوا عاد يجيو اتصالات المغرب دابا، يلا دوزوا شي سلك دابا عاد انستاليو روتور وداكشي. دابا هاجي تغداو عند خالتي رشيده، مازالين كناكلو تما حيت ما عندناش فين نطيبو ولا حتى شي حاجه، دونك مضطرين. صافي البنات هادشي اللي كاين حد الان، اي حاجه كانت غادي نقولها لكم. ها نتوما عايشين معايا الاجواء ديال التمار، اش فريمون الرحل فيه التمار، التمار ديال بصح شي حاجه اللي كتفوق الخيال عرفتي، داكشي صعيب سورتو حنا عاد قلنا بسم الله مازال خصنا نفرشو الصالون ونفرشو السيج ونفرشو بيت الكلاس ويدي شحال وعاد. المهم هادشي صعيب بصراحه، مصاريف وجات مع شي مناسبات وشي ظروف فريمون، ازمه ماديه خانقه ولكن ماشي مشكل، كلشي كيدوز من هاد المرحله، كلشي كيبدا من والو. يلا البنات نمشيو نتغداو ونشوفو خالتي رشيده شنو غادي توجد لينا وصافي. دعيو دعيو البنات تجي لافيبر باش هاكا نبدا نحط لها فيديو كل نهار، حيت فريمون تصورو تصورو باش نتيليشارجي فيديو كيخلي يومين. هاو ويفي 4G والو ما فهمتش المشكل اللي عندي. الروينه بزال عندي في الكوزينه، بغيت نوريكم اخيرا وصلتنا البوطه، ها هي شوفوا حتى هو ها هو وصلنا. بالنسبه للتلفازه ما خديناهاش، قلنا بلاتي مازال غادي نشوفوا يعني مازال غادي ما صهيب ما قنعاتوش هذيك لا مارك، قالك ما عرفتش زعما قالك ما مازال خصو يسول. بغيت نوريكم البوطه اللي خديناها هي، مهم فيها البونتيلاتور، فيها داك الدقايق هما يعني فيها، مهم عاد خصني نتعلم الله يخليكم. هذا هو البونتيلاتور، مهم اي كتشعل بالضو الله يخليكم.
صافي بنفس هادشي اللي كاين، مازال ما كتبناش نطيبوا فهاد البوطه، مازال خصنا هذا تيو، مازال خصنا نتقداو، واش مازال خصنا اخر نمشي ندير الكوتا عند خالتي. هاد حيت ليا يمين غادي نعاود باش نمشي ندير مع الكوتا، عرف الجلابه ما جاتش مع الدره ما لقيتش فلوسهم. المهم نوريكم هاد الجلابه دايره بحال كسيفه. المهم صافي كنروح.